بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبائي، كنا في رحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في عظمة منزلة هذا الإمام الرؤوف الرحيم، ونحن بجواره في كربلاء المقدسة. فبدأنا معكم بحياة الإمام ما قبل الولادة، عندما رأت أم أيمن الرؤيا التي أهالتها، وقطع من جسم النبي رأته في الرؤيا أنه في بيتها، فبشرها النبي أنه هي تضع الحسين في حجرها وتناغيه، فكان شأن لهذه السيدة. وأيضا هذه الليلة إن شاء الله في هذه الحلقة نود أن نتكلم عن الفرحة والبهجة التي كانت في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وارتفعت هذه البهجة إلى الملكوت الأعلى، إلى الملأ الأعلى. وسبق وأن نوهت أنه إن الله أوحى إلى مالك خازن النيران أنه أخمد النيران احتراما كرامة للحسين سلام الله عليه، هذا المولود الجديد وهو سبط رسول الله. كما وأن الله أوحى إلى رضوان خازن الجنان، وقال له زخرف الجنان وطيب الجنان كرامة للحسين صلوات الله وسلامه عليه سبط النبي. كما أن الله أوحى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتهليل كرامة للحسين. أحبائي لاحظوا، هذه كلها منزلة للإمام سلام الله عليه، هذا أمور في السماء تحدث، ولكن نحن لا نعلم عنها، احنا ما ندري عنها شيء، واللي أخبرونا هم أهل البيت سلام الله عليهم. أوحى الله إلى جبرائيل: يا جبرائيل أهبط إلى الأرض وهنئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبطه الحسين. وهناك روايات تشير إشارة جدا مهمة، أن جبرائيل هبط إلى الأرض 7 أيام بلياليها يهنئ النبي صلى الله عليه وآله بالمولود الجديد بسبطه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكل مرة عندما ينزل جبرائيل يأتي بخبر جديد إلى النبي صلى الله عليه وآله، اللي هذا نتناوله في هذه الحلقة إن شاء الله، نتناوله في هذه الحلقة، ونجد ماذا يحدث عندما ينزل جبرائيل من السماء. طيب، جبرائيل يهبط بأمر من الله تبارك وتعالى بإقراء السلام للنبي. يقول نص التاريخ: أوحى الله إلى جبرائيل أن يهبط إلى نبيه في 1000 قبيل من الملائكة. والقبيل كما فسرته بعض الروايات هو 1,000,000 ملك. ينزل جبرائيل مع كوكبة عظيمة من الملائكة إلى رسول الله يهنئونه. كيف أمره الله تعالى أن يبلغه رسالة؟ شنو هذه الرسالة؟ رسالة من الله بواسطة جبرائيل يهبط إلى الأرض، يريد أن يوصل رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ اسم الحسين، اسم الحسين رسالة من الله. يقول: يا محمد العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك علي منك كهارون من موسى، سمي ابنك هذا باسم ابن هارون. هنا نقطة بين قوسين جدا مهمة أحبابي: علي من رسول الله بمنزلة هارون من موسى. هارون
كان وصي موسى. هارون وصي موسى، وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهارون نبي لكن علي ليس نبي، علي وصي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى في الخبر، إلا أنه لا نبي بعدي، لكن في زمن النبي موسى عليه السلام الناس لم يعتنقوا بهارون، القلة القليلة راحوا باتجاه هارون عليه السلام، ولكن الناس توجهوا إلى من؟ إلى السامري. كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيل النبي حدث شبيه قضية نبي الله هارون، تركوا هارون وراحوا إلى السامري. على أي أحبابي الحديث ذي شجون، في هذه الكلمات فيها كثير من الأمور اللي ندعوها في وقته، ولكن اسمه ابن هارون شنو كان؟ كان شبير. أي نعم، عند شبر وشبير. لاحظوا أحبابي، يقول لك علي، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: علي منك كهارون من موسى، سمي ابنك هذا باسم هارون، باسم ابن هارون، وإنما سمي الحسين صلوات الله وسلامه عليه لاسم ابن هارون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لساني عربي، لساني عربي. فقال: سمه الحسين. فلذلك هذه رسالة الله، أنه هذا المولود صدق رسول الله لابد وأن يسمى بهذا الاسم العظيم، حسين. الحسين اسم سيد شباب أهل الجنة، الحسن والحسين. الحسين هو تصغير اسم الحسن، الحسين تصغير اسم الحسن من الحسن. ولا يخفى على المدققين أنه هناك تنويه لهذه المسألة، أنه في بعض الأحيان في اللغة العربية إذا أرادوا تعظيم شيء يصغرون الكلمة، كما موجود في المنتخب للطريحي. على أي حال، فإنما سمي الحسين لأنه لم يكن في زمانه أحسن منه وجها. الله أكبر، وجهه زهري قمري، لم يكن في زمانه أحسن منه وجها. لماذا أحبابي؟ أطرح سؤال، تدرون ليش؟ تعلمون لماذا؟ لأنه في الخبر هناك تقرير روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أنه انتقل النور الذي في وجه الزهراء إلى الإمام الحسين. النور انتقل من وجه الزهراء سلام الله عليها، هذا النور البهي، إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه أخبار الساعة، هكذا يصطلح، أخبار الولادة، عندما ولد الإمام الحسين وجبرائيل هابط من السماء يهنئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المولود، وسمه الحسين باسم ابن هارون، وصي هارون النبي. فلذلك كل هذه أحبابي يدل على عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه، شأن صاحب هذه الشخصية العظيمة. طيب، فهناك بين قوسين أكو مسألة جميلة أود أن أطرحها للمشاهدين، وهو أنه قضية جميلة، كانت حمامة في بيت الإمام أمير المؤمنين، هذا البيت الطاهر اللي طالما نزل جبرائيل وهناك كانت البركات، وهناك كان فيه الكثير من الخيرات للأمة الإسلامية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في هذا البيت كانت حمامة، جدا جميل هذا الخبر، حمامة
في بيت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند ولادة الإمام الحسين، هذه الحمامة أحبابي فرخت، أعطت فرخا، هذه الحمامة أعطت فرخ جميل كما نوهت إليه بعض الروايات. وطبعا في ولادة الإمام الحسن أيضا هذه الحمامة صدرت فرخ، أي نعم. والحسين لما قدم بأبي وأمي أيضا أعطت فرخا، وبقيت هذه الحمامة، الحمامة بقيت في بيت الإمام أمير المؤمنين إلى استشهاد الإمام الحسن والحسين، فباستشهاد كل واحد منهم كانت تموت حمامة. هذا الشيء كان بين قوسين أحبابي من باب الاطلاع، يدل على أنه حتى الحمامة، الحمامة تدرون دخلت في التاريخ منذ أن حفظت الحمامة النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء، وحتى العنكبوت الحمامة كانت شنو في عند غار حراء كانت جالسة ولم تطير، كانت في وكرها. هناك أخبار كثيرة، طبعا أخبار جدا كثيرة لا تعد ولا تحصى، عند ولادة الإمام الحسين حصلت أخبار كثيرة، ولكن خلينا في هذا الإطار. عندما هبط جبرائيل 7 أيام بلياليها، نحن لا نقدر أن نحصي ما الذي حصل، ولكن من خلال روايات أهل البيت سلام الله عليهم وتقارير الروايات احنا نقدر نكتشف بعض القضايا الغيبية. مرة من المرات نزل جبرائيل، وهذا جبرائيل عندما هبط إلى الأرض كل مرة كان يهبط يلتقي بملك من الملائكة، من العظماء من الملائكة. مرة التقى بفطرس، فطرس الملك، الملك هذا الذي يعد من المقربين عند الله ومن حملة العرش. هذا فطرس تأخر عن أمر عوقب بنفيه مكان بعيد من ملك الله الشاسع العظيم، لكن لما رأى فطرس أنه جبرائيل يهبط بقبيل وقبائل من الملائكة وكوكب عظيم من الملائكة، قال يا فطرس، يا فطرس، هل قامت القيامة على أهل الأرض؟ أقامت القيامة؟ قال لا، ولكن أنا أنزل إلى الأرض، أهبط إلى الأرض أهنئ الرسول صلى الله عليه وآله بهذا المولود العظيم بالحسين الوجيه. الله أكبر، أهنئ النبي صلى الله عليه وآله. أحبابي لازم حقيقة نعرف قدر هذه الولاء للحسين سلام الله عليه، ونعرف هذا الانتماء الطيب الطاهر لهذه الشخصية الفذة، أنه جبرائيل يهبط إلى الأرض على أي. ففطرس يطلب من جبرائيل خذني معك إلى الأرض، فيهبط جبرائيل معه الملك فطرس وأجنحته مكسورة، أجنحة فطرس متكسرة لأنه نفي عقبة ونفي تأخر في أمر الله نزل. أي نعم، كذلك هناك في الروايات موجود، في الروايات موجود أنه دردائيل أيضا، هذا أيضا كان يعني معاقب من قبل الله. صلصائيل الملك، ذول كلهم أصحاب شأن مقربين عند الله، ولكن تأخروا عن أمر الله عقبوا ونفوا، فكلهم نزلوا عند رسول الله يردون الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، بتعبيرنا دخيل، صايرين دخيل عند النبي، يا رسول الله صيرنا شفيع نطلب منك الشفاعة عند الله. فالقضية الجميلة هنا أحبابي أنه رسول الله دعا بحسين، طلب الحسين، آتوني بالحسين سلام الله عليه، جيء بالحسين مقمط بعد في الوهلة الأولى من ولادته، أيام الأولى من ولادته، فجابه الحسين سلام الله عليه. لما أتوا بالإمام الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يا فطرس تمسح بالحسين سلام الله عليه. هذا فطرس تقدم باستحياء، هذا اللي ملك يوم كان صاحب شأن صاحب مقام، الحين تأخر عن أمر الله وعوقب وتكسرت أجناحه، تقدم باستحياء إلى الإمام الحسين ومسح جناحيه بالحسين سلام الله عليه، هذا الحسين الوجيه، الحسين الذي الله تبارك وتعالى بارك لنبيه من أجل هذا النور العظيم الحسين صلوات الله عليه. لما تمسح فطرس بدت تنمو أجنحته، أجنحة فطرس، وصار يطير في الجو كسائر الملائكة ويقول من مثلي والحسين أعتقني، من مثلي والحسين أعتقني. لذلك لله در ذلك الشاعر الذي يقول لمهدك آيات ظهرن لفطرس وآية عيسى أن تكلم في المهدي، لمهدك آيات ظهرن لفطرس وآية عيسى أن تكلم في المهدي، فإن ساد في أم فأنت يا حسين، فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم، وإن ساد في المهدي فأنت أبو المهدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم الشريف. أحبابي هناك رواية جدا جميلة، ولو الأحباب خلف الكاميرا يشيرون بضيق الوقت، بس أنقل هذه الرواية أحبابي، جدا مهمة، أنه عندما هبط جبرائيل قال يا محمد، قال يا محمد يقتله شرار أمتك. الله أكبر، يعني من ينزل جبرائيل يهنئ النبي ويعزيه بمصاب جلل، بمصاب عظيم، لأن الحسين ليس إنسان عادي، سيد الشهداء، أكرم المستشهدين. بعض الناس اللي يدعون أنهم على سيرة النبي صلى الله عليه وآله بغوا على الحسين وقتلوا أولاده، قتلوا أنصاره، سبوا نساء. اسمعوا هذا الخبر ونختم. يا محمد يقتله شرار أمتك على شرار الدواب، فويل للقاتل وويل للسائق وويل للقائد، قاتل الحسين أنا منه بريء. خطاب من الله بواسطة جبرائيل، قاتل الحسين أنا منه بريء وهو مني بريء، لأنه لا يأتي أحد يوم القيامة إلا وقاتل الحسين أعظم جرما منه. الله أكبر، قاتل الحسين يدخل النار، قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أن مع الله إلها آخر، والنار أشوق إلى قاتل الحسين ممن أطاع الله إلى الجنة. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله ليس لهم شفيع، وفي يوم القيامة في العذاب. نعم، يأتي ذلك اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. نسأل الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة من بنيه أن يعجل في فرج إمام زماننا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.